يعني اقسم بالله انا عم بتمنى يكون العرس تبعي يكون بهي الطريقة، اقسم بالله يعني بهي الطريقة بتكسب الدنيا والآخرة. وتابع معي الفيديو حتى النهاية، لو عجبك الفيديو تشاركه مع غيرك فقط لا غير. عم الشيخ عبد الله، نعم. العروسه دلوقتي بتقول لك انها مش هتلف لك كده الا لما تقرا ايات تدخل دماغها غير اي قراءه انت قراتها قبل كده. قراءه ما حصلتش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. الله يوم مبروك يا مولانا. ألف مبروك، ربنا يتمنك على خير إن شاء الله. يا عريس خليك معايا، خليك معايا. انت بتروح مني ليه؟ انا معاك، انا عايز اسمع منك قرآن. قرآن احنا لسه مطولين يا اسطى، يعني لسه مش اقل من نص ساعه ولا ربع ما بنوصل ان شاء الله. بس حابب يعني انت حابب تسمع ايه بقى؟ هات من سوره الحشر كده. يا سلام، ماشي يا استاذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. يعني إن شاء الله بالأيام القادمة، يعني أنا يا أصدقائي، يعني والله العظيم إنه تشوف هيك شيء حلو جدا، إنه يكون هيك يعني زفت عرسك بهي الطريقة، إنه تزف عرسك بالقرآن الكريم، يعني هيدي شيء يعني كثير حلو. بتمنى يعني ان شاء الله انا يعني اكيد راح يكون بهي الطريقه، اكيد 100% انا متاكد. وبتمنى الفيديو نال اعجابكم، لو الفيديو نال اعجابكم فضلا وليس امرا مشاركه الفيديو مع الاخرين، وكي نعلم عدد المسلمين الذين شاهدوا هذا المقطع تضغطوا لايك، وانتظرونا بالفيديو القادم راح يكون احلى من هالفيديو. كل اللي عليك تفعل زر الجرس حتى يصلك الفيديو، يعني تكون انت اول مشاهد.